خلال زيارة ميدانية إلى مجموعة من المشاريع ذات الطابع السوسيو-اقتصادي بمدينة العيون، أشاد سياسيون ومسؤولون كبار وأكاديميون وخبراء ورجال إعلام أمس الأحد بتقدم المدينة في مجال التخطيط والتطور العمراني. أحببت المدينة وهندستها المعمارية كثيرا، للأسف لم يتسنى لنا الكثير من الوقت، إلا أن هناك الكثير من الأشياء الجميلة، وأعتقد أن جمال المكان ينعكس على الأفراد أيضا. This is my second time I have visited Morocco. I was also there last time in the last Dakhla conference and it has been very impressive because one is that you إنها زيارتي الثانية للمغرب. شاركت في مؤتمر الدخل الأخير وتولد لدي انطباع جيد بالتعرف على هذا الجزء من العالم. النقاشات العلمية كانت متعددة وجد هامة، همت على الخصوص اقتصادات حوالي 40 دولة مشاركة في المؤتمر، وقد تمكننا من خلاله من فهم احتياجات وأولويات كل دولة وإمكاناتها، كما تناقشنا حول تطور إفريقيا وإمكانات التعاون بين بلد مثل الهند والدول الإفريقية. There is a possibility of cooperation between a country like India and also Africa. واطلع المشاركون في هذه الزيارة التي تأتي على هامش الملتقى الدولي الخامس للجامعة المفتوحة للدخلة على جملة من المشاريع المدرجة في إطار البرنامج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية.